ابنا بهالمخيم تعبنا يا ابني والله تعبنا، لا ظلت لنا عيون لا الهوا بقع بينا ولا تواخذني والشوب، والمخيم تغلي علينا نار، يعني العيش يموت احمر، يعني لين نموت هو المنظل عايشين بهالمخيم، يعني تعبانين للنهاية. والحمد لله رب العالمين، ايش بدنا نسوي؟ اللي بيجي من الله يا مرحبا به، بس والله المخيم تعبنا للنهاية تعبنا والله يا ابني، العيش قتل بقتل والله العظيم، يعني العيش صعب، ايش بدنا نسوي؟ صعب من كل شيء، ما في شيء مليح، وكيلك الله، البق بياكلنا، الدبان بياكلنا، البق بق صغير تفرج وين ايديه؟ من هون لهون. امس قرصتنا بقى بجري صارت تجري هالعلاته هيك، رحت على الدكتور وحالوني على المستشفى، فرج شايف ايش قد الدواء؟ ليك الدواء يشهد الله. ايش بدنا نسوي؟ الحمد لله رب العالمين. يعني عيشة المخامين يا ابني والله قتل، والله العظيم يا ابني العيش قتل. ايش بدنا نسوي؟ الحمد لله رب العالمين. صرنا سنتين بهذا المطرح، وقبلها حوالي هالضياء رحنا على المقير ورحنا على الصرمان ورحنا هيك ما بعرف من باب الهوى. ورحنا عدانا اخر رحيلنا لهون سنتين صرنا بالمخيم، ايه وجاوا كثرونا نقطة المي لانه صيف، بتعرف العجام بدها تكب مي، بدها يعني مصروف المي يعني بالصيف كثير. والله وقت الحال يعني ماشي امرها، بس يعني لازم بهالصيف تزيد وقتها، يعني بتعرف مصروف الصيف يعني ما مثل الشتاء، اللي عنده اولاد واللي عنده عيلة يعني بده يصرف مي. بس بخا ما في ناس بتقدم ناس بتكب مثل ما بدك، كل من مدد خرطوم على الخيمه، كل من مدد خرطوم على الخيمه. ايش بدنا نسوي؟ الحمد لله. انا بقلت له دمعه بهالبرميل وروح بتعكز بجيبها وبجي، كل يومين لك قلت له دمعه مي بعبوا هالبرميل. ايش بدنا نسوي؟ الحمد لله. ضيفوا لهم هالمي لهال اللي عنده عيال، يعني صعب شوي بهالشو. بالنسبة للمخيمات بالشمال السوري بشمال غرب سوريا بإدلب، المخيمات خاصة بفصل الصيف ودرجات الحرارة العالية، اليوم المخيمات عم تعاني بنقص مادة المياه، مياه الشرب حصرا. في عنا عدد من المخيمات بحدود 250 مخيم تم إيقاف دعم مياه الشرب عنها. هاي المخيمات فيها نسبة أطفال كبيرة، فيها نسبة كبار سن، طبعا المي المياه الصالحة للشرب اليوم مفقودة، شبه مفقودة من هاي المخيمات. أهل المخيمات عم بيعانوا كتير من نقص هاي المياه. المنظمات الداعمة بالفترة الأخيرة رفعت إيدها عن دعم مياه الشرب بهاي المخيمات. طبعا الحاجة لمياه الشرب، المياه الصالحة للشرب بمخيمات الشمال السوري للأطفال لكبار السن لأصحاب الاحتياجات الخاصة، أصحاب الأمراض المزمنة، طبعا كل هاي الحاجة الماسة للمياه. نحن يعني بنتمنى من الدول والمنظمات الداعمة بالشأن الإنساني أنها تتوجه وتدعم باتجاه تغذية هاي المخيمات بمياه الصالحة للشرب، وخاصة بالفترة الأخيرة شفنا مع انتشار موجة وباء كورونا، وخاصة الحمد لله رب العالمين كانت الموجة خفيفة بالشمال السوري. نحن نتمنى كمان مشان استخدام هاي المياه للأغراض الخاصة بالصحة العامة والنظافة الشخصية بالمخيمات. مثل ما كن شايفين يعني حال المخيمات حال سيء وموجع حقيقة في الشمال السوري. الدعم اللي عم يوصل للأهالي في المخيمات قليل جدا، لا يتجاوز 10 و11% من قيمة الاحتياج العام. طبعا مع بالفترة الأخيرة شفنا كمان شلون تم الحديث عن إغلاق المعابر. هاي الناس الموجودة بالشمال السوري يعني لا معين لها إلا الله ولا ساند لها إلا الله عز وجل. نتمنى أن يكون إن شاء الله حال السوريين أفضل مع دعم وتوجه المنظمات لدعم الأهالي النازحين تحت الخيام التي لا ترد برد ومطر الشتاء وحر الصيف.
هذا بوز ثلج. ايش قد عم تبيع القالب؟ ب10. القالب كامل ب10 والقطعة؟ قطعة بليرتين وبليرة. بليرتين وبليرة. هون كلهم عم ياخذوا من المخيم؟ ايش قد هيك بيع البوز باليوم كثير؟ ليش؟ لأن الدنيا شو والعالم محتاج البوز. اشمل نحكي على اوضاعنا، اوضاعنا ولك طلع يعني لا بينقعد لا بخيمه ولا بتقعد برا، يعني لك في شجره انك تقعد بدروتها ما في، ما في شوب، يعني شوب شغله كبيره ليك. طلع على جسمنا، طلع على العرق شلون عم يطلع من جسمنا. يرجعونا على بلادنا ولك ما منا لا خيم هون ولا معونت هون ولا منا شيء خالص. الله يفرج علينا وعلى جميع أمة محمد يا رب. احتياج كثير يعني للمي، بالنسبة للمي شغلة كبيرة يعني بنشيله منكد على جسمنا من هالمي، ولكن والله يعني ما في يعني ما بتكفينا، يعني ما بتكفينا المي ولا خالص ولا أبدا. والدنيا شوب ويعني فوق ما تتصور، يعني أشمع سولفنا قليل يعني.